وإلقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض المحلل السياسي الدكتور عبد الله الحمود. دكتور، بداية نرحب بك. ويعني هناك تطابق كبير بين النظامين الإيراني والقطري أيضا في عدد من وجهات النظر، خاصة في السياسات الخارجية كما تبين للجميع، وأيضا تبني سياسات تستهدف الأضرار بالأمن والاستقرار في المنطقة. ما هو تعليقك حول ذلك دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز. دعني أقول أولا أننا كنا يعني في البداية منذ عقد أو عقدين من الزمان كنا نعتقد أن مظاهر التقارب بين قطر وإيران تحديدا هي من باب ربما السعي لتحقيق بعض المصالح المشروعة، يعني ونحن نعتقد أن لأي دولة من الدول الحق في أن تبحث عن مصالحها المشروعة في أي مكان. لكن شيئا فشيئا بدأت تتكشف خلال العقدين الماضيين وترسخت بشكل كبير في أثناء هذه الأزمة الراهنة بين قطر ومنظومة الدول العربية الحقيقة وعدد من دول العالم أيضا، ترسخت أننا أمام مشكلة حقيقية في ذهنية النظام في قطر. هذه الذهنية وليست فقط البحث عن المصالح التي يمكن أن تكون مشروعة، لكن هي ذهنية عدائية كما يقول المثل أو البيت الشعر العربي: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي. اليوم بدأنا ندرك بشكل دقيق أن هناك أجندات حقيقية في السلوك السياسي الرسمي في النظام القطري، نعم، تتوافق بشكل كبير مع المدرسة أو الذهنية الإيرانية. دعني أقول ربما من خلال ثلاث مظان أو ثلاث بوابات مهمة جدا، وهي الأمور التي يعني أدركناها في الذهنية الإيرانية خلال عقود مضت. أولا ما يتعلق بسعي قطر اليوم لكسب مزيد من الوقت في المجتمع الدولي لمحاولة يعني تحقيق بعض المكاسب أو ظن منها أن الوقت سيمنحها مكاسب معينة. هذه استراتيجية كانت مقررة ومعروفة لدى النظام الإيراني وتتبناها قطر الآن بشكل دقيق جدا. ثانيا، الأمر الثاني هو ادعاء المظلومية. نحن نعرف أن الشيعة في إيران تحديدا والنظام الإيراني، النظام الملالي في إيران تحديدا، كان يعني يقارع العالم كله وبالذات الدول السنية بادعاء المظلومية التاريخية، وبالتالي يقدم نفسه بشكل مظلوم وبشكل يواجه تحديات من أجل استدرار العطف إن كان على مستوى الشعوب أو كان على مستوى المنظمات الدولية. ونحن لاحظنا هذا في سلوك قطر الأخير عندما حاولت مرتين وأكثر أن تلجأ إلى منظمات حقوق الإنسان ادعاء منها بأنها تقدم قضيتها كقضية حقوق إنسان وكمظلومية كبيرة جدا، وهذا بدون شك ثبت فشله حتى في داخل المنظمات التي لجأت إليها قطر. الثالث والأخير في هذه المداخلة من وجهة نظري هو ما يمكن أن نسميه أنا الكذب البواح الحقيقة في الرسائل الإعلامية، في الادعاءات والأدلة التي تقدمها قطر في المنظمات والمؤسسات الدولية. نعم. يمكن شاهدنا في الأيام الأخيرة قضية الحاج المري تقريبا، وكيف قدمت هذه القصة الإخبارية المكذوبة بشكل يعني مؤسف الحقيقة، أنه يخرج من إنسان له عقل أن يقدم على مثل هذا الكذب البواح في وسائل الإعلام، وهذا درجت عليه وسائل الإعلام الإيرانية، وكنا نشاهده في عدد كثير جدا. طيب دكتور، الآن يوم بعد آخر يتضح هذا تقارب أكثر فأكثر بين النظامين الإيراني والقطري، وربما تصريحات الوزير القطري الأخيرة في جامعة الدول العربية حظيت باستنكار عربي واسع، وبلا شك هذا التقارب لا يخدم أي مصلحة لا خليجية ولا عربية. السؤال هو إلى أين ستستمر الدوحة بهذه السياسة الشاذة في المنطقة الآن؟ أولا أنا أعتقد أن هناك موقف محرج تجد الآن أو يجد النظام السياسي الرسمي في قطر نفسه فيه. هو يدرك بشكل كبير جدا بأنه لا مجال لا خط رجعة بالنسبة له. يبدو أن الأمر اليوم بالنسبة لقطر أصبح واضح بأن دول المقاطعة وبالتالي عدد من المنظمات الدولية ومن الدول المحورية الكبرى حول العالم قد حسمت أمرها بأنه لا مجال لقطر أن تستمر في ذات المنهجية وذات الأسلوب الذي كانت تعمل عليه خلال عقدين مضيا. وبالتالي النظام القطري اليوم يشعر أنه في هذا المأزق. الإشكال في ظني هو أنه أساء أو أخطأ في أسلوب المعالجة، يعني ليس من الحكمة أن يعالج هذا المأزق أو هذا الإقرار اليوم بالخطأ القطري بشكل كبير جدا بخطأ أفظع منه. لا يمكن للشعب القطري تحديدا، دعنا نتكلم عن قطر في حدود شعبها، الشعب العربي الأبي الأصيل، لا يمكن لهذا الشعب العربي الخليجي القدير أن يقبل
الانصياع إلى الأجندة الإيرانية أو أن يقبل من نظامه أن يرتمي في أحضان إيران. طيب. سيما أننا بدأنا نشهد أن هناك كثير من التعقيدات اليوم، يذهب إلى إيران من هنا ويعمل تعاقدات مع تركيا من هنا ويتقرب إلى إسرائيل من هنا. هناك أجندة في النظام القطري في ظني لا يمكن أن يحتملها الشعب القطري. طيب دكتور، أنت من وضعك كمحلل سياسي، دكتور عبد الله، أنت كوضعك كمحلل سياسي، هل تعتقد بأن المصالح المشتركة التي تربط قطر وإيران ستستمر طويلا، أو هل ستستمر سياسة التعايش بين النظامين؟ لا، أنا أعتقد أن قطر لقمة سائغة جدا وهدف استراتيجي مهم جدا لإيران، وبالتالي عندما تتخاذل قطر في صفها العربي وترتمي في أحضان إيران، فأنا أعتقد أن هذا السلوك سيكون مرحبا به بشكل كبير جدا من قبل النظام الإيراني. هو مكسب حقيقي لإيران أن تبتلع قطر، ولكن أنا على يقين بأن المجتمع الدولي من جانب، الدول المحورية من جانب آخر حول العالم، والشعب القطري كمحور ارتكاز في هذه الأزمة لن تسمح للنظام أن يرمي قطر في حضن إيران. عندما إيران من وجهة نظرها بالتأكيد أنه سيكون مكسب، يعني هدف فرصة ستسعى لتعميقه وستيسر، وربما تخادع أيضا النظام القطري بأنها ستقدم له مزيد من المكاسب، مزيد من الدعم، حتى تبتلعه. ثم تأتي الكارثة فيما لو لا قدر الله حصل هذا الأمر، بأن قطر ستذهب من المنطقة، وسيكون هناك مرتكز يمثل خطورة بالنسبة للمنطقة العربية ودول الخليج. لكن هذا في ظني بإذن الله لن يحصل، لأنه كما ذكرت هناك تحديات كبيرة أمام النظام القطري لا تستطيع تجاوزها. أول تحدي فيها هو الكتلة الشعبية الجماهيرية، المواطنين القطريين لن يسمحوا بذلك. ثم أيضا النظام الدولي المعاصر اليوم في ظل الأمم المتحدة لا يسمح بذلك، عروبة قطر لا تسمح بذلك. ثم الإيرادات الدولية في مقدمتها إيرادات دول المقاطعة مدعومة بالدول المحورية مثل الولايات المتحدة وعدد كبير جدا من دول أوروبا الكبرى، لن تسمح بهذا الارتماء في أحضان إيران، لأنه يخل بمنظومة العلاقات الجيوسياسية العالمية. إذن من الرياض المحلل السياسي الدكتور عبد الله الحمود، شكرا جزيلا لك.